العلماء أن السبب الأساسي والرئيسي للصلع وتساقط الشعر سواء لدى الرجال بدرجة الأولى أو لدى النساء بدرجة أقل هو هرمون الديهيدروتستيرون أو ما يسمى اختصارا بهرمون الدي اتش تي. إذن فما هو هرمون الدي اتش تي وكيف يتم إنتاجه وما الذي يجعل هرمون الدي اتش تي يسبب تساقط الشعر لدى البعض وكيف يمكن إيقافه والمعالجة منه؟ قبل المواصلة المرجو دعمنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ليستفيد من هذا الفيديو أكبر عدد من المشاهدين. هرمون DHT هو أحد الهرمونات الذكرية التي تلعب دورا مهما في إعطاء الذكور الصفة الذكرية بعد الولادة، ويتم إنتاج هذا الهرمون في الجسم عن طريق قيام أنزيم يسمى بألفا 5 ريدكتيز بتحويل ما يقارب من 10% من هرمون التستوستيرون إلى هرمون DHT بطريقة دورية، وهذه الآلية قد تحصل في أجسام الذكور كما الإناث. كيف يعمل هذا الهرمون على تحفيز تساقط الشعر؟ أولا، تواجد هرمون DHT بشكل كبير في فروة الرأس حيث يعمل على تخريب بصيلة الشعر ومنع تزويدها بالأكسجين والدم والعناصر الغذائية. ثانيا، إحداث تغيرات في بنية بصيلة الشعر مما يؤدي إلى انكماشها وظهور شعر قصير وضعيف وعرضة للتساقط. من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالصلع الناتج عن الزيادة في هرمون DHT؟ تزداد فرصة الإصابة بالصلع وتساقط الشعر المرتبط بهرمون DHT لدى الأشخاص نتيجة لعوامل وراثية. كيف يمكن لشخص أن يوقف تساقط الشعر الناتج عن هرمون DHT؟ هناك عدة طرق من أجل وقف تساقط الشعر الناتج عن ارتفاع نسبة DHT في الجسم. أولا، تناول أدوية ومكملات غذائية مثل دواء فيناسترايت. ثانيا، الإكثار من تناول الأغذية التي تساهم في منع تكون هذا الهرمون في الجسم مثل بذور اليقطين، المكسرات مثل اللوز، الطماطم وغيرها. ثالثا، مادة الكافيين. حسب عدة دراسات فقد أثبتت مادة الكافيين نجاعتها في وقف إنتاج هرمون DHT، وتوجد هذه المادة خاصة في القهوة والشاي. إن استفدت من الفيديو المرجو دعمنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ليصل الفيديو لأكبر عدد من المشاهدين.